تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي والترجي في شوط اول انحصر فيه اللعب اغلب الوقت وسط الملعب، ما كانش فيه هناك تهديد بصوره حقيقيه للمرمين غير من كره في الدقيقه 5 عرضيه واطاح بها لاعب الترجي رودريجوز بجوار قائم مصطفى شوبير. واضح الشوط كله الحرص الزائد من الفرقتين والتامين الدفاعي الزائد عن الحد لعدم دخول مرمى في لعدم دخول هدف في مرمى الفرقتين، حرص زائد من الفرقتين وتعادل سلبي الشوط الاول مش في مصلحه الفرقتين، ليس في مصلحه الترجي اللي بيلعب على ارضه ولا في مصلحه النادي الاهلي، انما المصلحه في الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي الحاجه الايجابيه للنادي الاهلي ان ما دخلش في مرماه هدف على امل انه يخطف هدف باذن الله رب العالمين الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، في التعادل سلبي ونتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول. نتيجه جيده بالنسبه لاحداث الشوط الاول. بالنسبه لمين؟ بالنسبه لينا احنا الضيوف. نادي الاهلي؟ احنا الضيوف اللي في الارض. هم ما يعني تحس ان هم ما لهمش وجود غير باي ميز باص احنا بنعمله في نص الملعب. هم ضاغطين ولكن تحس من جواهم كده انهم كاشين منك، قلقانين منك، التعليمات عندهم ممنوع يخش فيهم جول على ارضهم. انت بس الشوط او النواقص اللي عندك انك انت لما بتحاول تبني كره من نص الملعب ناحيه الشمال وتبتدي تاخدها او من ناحيه اليمين ما بيبقاش في مجازفه من اي حد في لاعب خط النص يعمل الباك اب مع الفيرويد او مع اي حد رايح على ال 18 هناك، فتحس ان الحكايه هم لعيب واحد او اثنين هم اللي بيحاولوا المحاوله، اذا كان وسام او امام عاشور. حسين الشحات بعد خروج علي معلول واصابته انا بقيت حاسس ان هو الباك ليفت بتاعي الاساسي، بقى متاخر خالص في نص الملعب بيحاول يؤدي الدور الهجومي، نفس الشيء لبيرستاو بقى متاخر برضو خالص بيحاول يؤدي الشكل الدفاعي. فانت بالشكل اللي انت بتعمله ده انت عامل لنفسك انت اصلا كامبينج وزون على اساس ان انت تقفل المساحات ما يقدروش يعملوا عليك باس او 1 2 كتير او يهددوا خط ال 18. لحد دلوقتي انت ناجح صحيح. ولكن عندك من اللعيبه اللي قاعده بره كمان في بعض الاوقات تقدر تستغلها لو حسيت ان في ارهاق او في لعيبه نفسها مكروش النهارده مش قادره تخش في احداث المباراه. فهنشوف مستر كولر هيتصرف ازاي الشوط الثاني. كابتن حشيش، النادي الاهلي نجح في امتصاص حماس لاعبي الترجي وجماهيرهم في الشوط الاول، ولكن كيف سيدير مستر كولر الشوط الثاني؟ بص يا ايمن، هو الشوط الاولاني شوط متوسط بالنسبه للفرقتين، كان في حرص دفاعي من الفرقتين. فرقه الترجي انا كنت متوقع انها تبقى يعني شراسه اكتر من كده، اكتر من كده. مزبوط. هو يسيب لك الكوره حتى عندك وبيرجع لنص ملعبه وبيدافع عشان يقرب الخطوط بتاعته. انت كان المفروض تستغل الحته دي. انت كمان الواجبات الهجوميه بالنسبه للعيبه كتير ما بتعملهاش. استنى نص الملعب وترجع لورا وتلعب وبتاع، مفيش اللعب على الاجناب حتى. بيرستاو بياخد الكوره معاه محمد هاني، لمحمد هاني النهارده لازم يبقى متزن اكتر من كده. يعني الانذار اللي خده ده فاول ملوش لازمه، الكوره بره وبيزق الولد ده ممكن تكلفنا في الشوط الثاني طرد. كذلك برضو احنا نبهنا على الكور اللي على الجناب، مش عايزين فاولات، كور ثابته من على الجناب دي ومع ذلك خطورتهم. ومع ذلك الاندفاع، محمد عبد المنعم عمل واحده برضو كان ممكن ياخد فيها انذار، كان ممكن تكلفنا حاجه. شايف التحول النادي الاهلي من الدفاع للهجوم بطيء جدا، مفيش زياده عدديه في الهجوم، مفيش الا وسام بيجري لوحده قدام. نص الملعب بتاعنا ما في يعني دور هجوم، يا دوبك واقفين مروان واكرم. امام عاشور بيكمل لوحده بس ما ينفعش يبقى هو مضغوط معاه اثنين لعيبه واللي بيجري له بس الوحيد من وسط المساكين هو وسام. فما فيش حاجه اتعملت. يعني تخيل انت نهائي افريقيا وشوط اولاني مبقاش فيها الا فرصتين، واحده للترجي اللي الدماغ اللي جنب العارضه، واحده حسين الشحات. فطبعا ماتش متكتف. كذلك احنا عندنا مشكله برضو في باصات غلط في نص الملعب ممكن تكلفنا يعني حاجات صعبه. انا شايف ان احنا لازم
ممكن حد ينزل تشكيله، ممكن الشوط الثاني يبقى فيه تغيير شويه، حد يمسك الكره في نص الملعب، ولازم تعمل استحواذ احسن من كده. انت بتمسك كره واحده والثانيه تستحوذ في ثلث ملعبك او في نص ملعبك، الاستحواذ ده لازم يبقى كمان بعد نص الملعب مكمل. عشان تقدر تبني منه خصوص. تقدر في خطوره يعني صحيح. فاتعشى يبقى في يعني تغييرات، ونبقى حريصين شويه في الفاولات والانذارات، لان ممكن لا قدر الله يحصل الناس اللي خدت انذارات، الاثنين الثلاثه خدوا انذارات، ممكن يبقى طرد هتكلفك كتير. صحيح. طب كابتن اسامه، شوط اول كان بيغلب عليه الجانب التكتيكي والحرص الزائد والحذر الزائد من الفريقين يعني لعدم استقبال الاهداف، التفكير في انك تجيب جول كان قليل جدا من الفريقين. يعني يمكن احنا في بدايه المباراه قلنا الكلام ده، انه هيبقوا متحفظين الاثنين وقلقانين، مفيش مجازفه، ولكن مش للدرجه دي يعني. احنا في تحفظ زياده عن اللزوم من الفرقتين، بس انا النادي الاهلي خلاص الماتش ماشي زي ما هو عايز. هو زي ما حشيش قال دلوقتي، الترجي هي اللي مستغربه انه بيلعب على ملعبه وبيلعب بتحفظ زياده عن اللزوم. النادي الاهلي نفس الشيء، بس النادي الاهلي مصلحته، النادي الاهلي مصلحته ان ايقاع اللعب يبقى بطيء كده. صح. فرقه الاهلي بتاخد الكره، الترجي بيرجع لورا، النادي الاهلي بينقل بيتناقل حتى لتحت، ما بيتنقلش لقدام كره كتير. هما برضو نفس الشيء، الكره بينقلوها على رتم بطيء، النادي الاهلي يرجع ينقله في نص الملعب، ما فيش مخاطره كبيره. فانا شايف ان رتم المباراه لو مشي كده ده في مصلحه النادي الاهلي، ولكن انا لو من مستر كولر، لو فضل المباراه بالطريقه دي لازم اخر ربع ساعه اجازف في المهاجمه، لان هيبقوا هم قلقانين جدا ان ممكن يجي فيهم جون. فاتمنى الماتش يمشي بالوتيره دي. ما اعتقدش انه يحصل تغييرات دلوقتي، لكن ممكن بعد ربع ساعه ولا حاجه. كابتن عادل، رايك في احداث الشوط الاول والسيناريو المتوقع لاحداث الشوط الثاني؟ يجب انك انت لازم تغير في الاستراتيجيه سنه من وجهه نظري، علشان حته الانذارات، استراتيجيه اللعيبه نفسها. محمد عبد المنعم لازم يهدى، واتكلمت قبل الماتش مع كريم فؤاد لازم يهدى لانه عنده انذار. محمد عبد المنعم هيتلكك، محمد هاني، فكل الحاجات دي الانذار هو اللي هيفرق معاك كتير قوي، لاني شايف في تحفظ شويه من غربال، يعني بيدي حاجات على النادي الاهلي فيها تحجيم شويه، علشان كده بقول ان اي كره لازم يبقى يعني يبقى في تغييرات مبكره. مش ممكن مش من البدايه، لان عارف مستر كولر مش من البدايه، ولكن حته نص الملعب لازم نلعب اللعب الاسهل من كده. لازم التحركات بتاعه بيرسيتاي وحسين الشحات لازم بايجابيه وسرعات على قدام عشان يسحبوا لك الفرقه، لان هم مستسلمين للحته اللي ورا شويه، ان هم بيدافعوا من مكانهم. بيرسيتاي بالذات نزل مع اللعيب مع الظهير لغايه تحت، فمخلي الظهير هو اللي يشتغل معاه من فوق. صحيح. يعني ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان النتيجه في صالحك لغايه دلوقتي. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.